بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من يدخل قبر المرأة. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح ابن سليمان، حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا أي حضرنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، البكاء بدمع العين معفو عنه، ولكن رفع الصوت بالبكاء هذا هو الممنوع. قال: فرأيت عينيه تدمعان صلى الله عليه وسلم، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ يعني هل فيكم من أحد لم يجامع الليلة؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن المبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب، يقارف أي يذنب. قال أبو عبد الله: ليقترفوا أي ليكتسبوا. باب الصلاة على الشهيد الذي قتل في الجهاد في سبيل الله في قتال الكفار. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال: حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، وذلك لأنه قتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم يوم أحد، وكانوا في مشقة، فلذلك جمع بين الرجلين في ثوب واحد. ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ أيهم يعرف القرآن أحسن من غيره ويحفظ القرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فيه فضل قارئ القرآن إذا كان قارئ القرآن وعامل به ومؤمن به. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. الذي قتل في الجهاد في جهاد الكفار، قتل في سبيل الله، لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن بدمائه، يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر
فقال: إني فرط لكم، أي سابق لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. الله تعالى أرى النبي صلى الله عليه وسلم الحوض. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي تتنافسوا في الدنيا فتشغلكم. صلى الله عليه وسلم. باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا الليث، حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، وذلك لأنه قتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم يوم أحد، فكانوا في مشقة، فكان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في قبر واحد، ويقدم أكثرهم أخذا للقرآن على غيره. باب من لم يرى غسل الشهداء. حدثنا أبو الوليد، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. الشهيد الذي قتل في الجهاد في سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن، اللون لون الدم، والريح ريح المسك يوم القيامة. باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية يحفر القبر، ثم من الجانب القبلي يحفر قدر جسد الميت، ثم يدخل في ذلك وينصب اللبن. يسمي لحد لأنه مال عن وسط القبر إلى جهة القبلة. وسمي اللحد لأنه في ناحية، وكل جائر ملحد، كذلك كل من مال عن دين الإسلام فهو ملحد. ملتحدا أي معدلا، أي مكانا يعدل إليه، ولو كان مستقيما كان ضريحا. إذا كان القبر مستقيم يسمى ضريح. حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الليث بن سعيد، حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، يعني بينهما حائل، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا بالقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، ففيه فضل قراءة القرآن مع الإيمان والعمل. وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم، يبعثون يوم القيامة، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد: أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد إكراما له، وفيه فضل قراءة القرآن. وقال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة، أي في كساء واحد، لأنه قتل 70
يوم أحد فهم في مشقة وتعب. وقال سليمان بن كثير: حدثني الزهري حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه. باب الإذخر والحشيش في القبر. الإذخر نبت له رائحة طيبة، والحشيش الذي يحتش من الأرض. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا خالد عن إكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار، يعني لتظهيرها من الأصنام والأوثان، لا يختلى خلاها، أي لا يجوز أخذ الحشيش من أرض الحرم، ولا يعضد شجرها، لا يقطع الشجر الذي في الحرم، ولا ينفر صيدها، لأن الصيد في الحرم ممنوع، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. إذا وجدت لقطة لا يجوز أن تأخذها إلا أن تعرف مدى وصول صاحبها إليه. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر، يعني اسمح لنا أن نأخذ الإذخر من أرض الحرم لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. الصائغ هو الذي يعمل الحلي، يستعمل الإذخر، والقبور يوضع على القبر حتى لا يسقط التراب على الميت، فأذن لهم في أخذ الإذخر من أرض الحرم لأجل الحاجة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا، أي نضع الإذخر على القبر حتى لا يسقط التراب، وكذلك في البيت، سقف البيت نضع الإذخر حتى لا يسقط التراب. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة، يعني لسبب؟ حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته، أي بعدما أدخل في القبر، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه، فالله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا، عبد الله بن أبي كان كسى العباس قميصا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى له يد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: وقال أبو هارون: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله، عبد الله بن أبي له ابن صالح اسمه عبد الله: يا رسول الله، ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع، لأن عبد الله بن أبي كسى العباس قميصا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى له يد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي ما ينفعه قميص الرسول ولا شيء، لكن مكافأة له حتى لا تبقى له يد على النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين قاتله الله. حدثنا مسدد، أخبرنا بشر بن المفضل
حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي، والد جابر، دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا، أي أحسن إليهم. فأصبحنا، فكان أول قتيل والد جابر رضي الله عنه، ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي، يقول جابر رضي الله عنه: ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر، يعني من ذلك القبر، لأقبره وحده، فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذني، يعني بعد 6 أشهر وجده كما هو، لم يتغير شيء إلا شيئا قليلا من أذنه رضي الله عنه. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي رجل ولم تطب نفسي حتى أخرجته، فجعلته في قبر على حدة، باب اللحد والشق في القبر. اللحد أن يحفر القبر ويحفر من الجانب القبلي قدر جثة الميت، ثم يوضع في ذلك وينصب اللبن، هذا اللحد لأنه مائل عن القبر. وأما الشق أن يحفر ويدفن الميت. حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الليث بن سعد قال: حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتل أحد، لأنه قتل 70 يوم أحد رضي الله عنهم، وكانوا في مشق، يجمع بين رجلين من قتل أحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، ففيه فضل القارئ القرآن الذي يقرأ القرآن ويؤمن به. فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. الشهيد الذي قتل في الجهاد في سبيل الله في جهاد الكفار يدفن بدمائه وما هو عليه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يبعث يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك. باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة رحمهم الله: إذا أسلم أحدهما، يعني أحد الوالدين، فالولد مع المسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، يعني مسلم مع أمه المسلمة، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، لأن العباس كان مشركا ثم أسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فالصبي الذي أبواه من المسلمين يصلى عليه. حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر رضي الله عنه انطلق
مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط أي قدر 10 قبل ابن صياد جهة ابن صياد. ابن صياد غلام يهودي، حتى وجدوا ابن صياد يلعب مع الصبيان عند أطم أي حصن بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم، قارب البلوغ، فلم يشعر ابن صياد حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، أي رسول العرب، لأنه يهودي. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ هو أيضا يدعي أنه رسول، قاتله الله. فرفضه أي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب، الشياطين يلعبون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا، يعني أضمرت في نفسي شيئا، أنت تدعي أنك نبي، أخبرني ماذا أضمرت. فقال ابن صياد: هو الدخ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أضمر في نفسه آيات من سورة الدخان، فقال ابن صياد: هو الدخ. ما قدر أن يخبر بما أضمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبأ أو إخساء كلمة زجر فلن تعدو قدرك، أي أنت الدجال من الدجالين. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو، يعني إن كان هو الدجال، فلن تسلط عليه، فالذي يقتل الدجال هو عيسى عليه السلام، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب رضي الله عنه إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يحاول أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يعني في قطيفة، أي في رداء له فيها زمرة أو زمرة له فيها رمزة أو زمرة، يعني صوت له لابن صياد صوت. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، يعني لكي يسمع من ابن صياد. فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد أي قام بسرعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، لو تركته لسمعنا ما يقول. فقال شعيب في حديثه: ورفضه رمرم أو زمزم. فقال إسحاق الكلبي وعقيل: رمرم. فقال معمر: رمزة، يعني صوت. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد وهو ابن زيد، عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض ذلك الغلام، مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود غلامه المريض، فقعد عند رأسه وقال له: أسلم. دعاه إلى الإسلام، قال لذلك الغلام: أسلم. فنظر إلى أبيه
الغلام نظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. أبوه أمره أن يسلم. أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. لما أسلم الغلام الله نجاه من النار. ففيه أن الصبيان يدعون إلى الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: قال عبيد الله: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أنا ابن عباس وأمي من المستضعفين الذين لم يقدروا أن يهاجروا، أنا من الولدان وأمي من النساء. فالله عز وجل عذرهم لأنهم لم يعرفوا الطريق ولم يقدروا على الهجرة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال ابن شهاب: يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية. ابن شهاب التابعي رحمه الله يقول: يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية، يعني وإن كان ابن زنا، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام ليس له ذنب. يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة فيكون الولد تبعا لأبي المسلم، وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه، يعني إذا عند الولادة صرخ ومات بعد ذلك صلي عليه. ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط، إذا خرج من بطن أمه ولم يصرخ لا يصلى عليه. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أي على الإسلام. الطفل يولد على الإسلام، فأبواه يهودانه إن كان يهود، أو ينصرانه إن كانوا نصارى، أو يمجسانه إن كان مجوس، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. الشاة إذا ولدت ولدها يكون سالم ليس مقطوع الأذن ولا غير ذلك. هكذا أولاد المسلمين يولدون على الإسلام. هل تحسون فيها من جدعاء، أي مقطوعة الأذن؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي كل مولود يولد على الإسلام، ثم بعد ذلك أبواه يغيرانه إن كان من الكفار. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله، يعني قبل الغرغرة، إذا أسلم قبل أن يغرغر. وأما إذا وصلت الروح الحلقوم فلا يقبل، أما إذا كان قبل الغرغرة وشهد أن لا إله إلا الله ينفعه ذلك. حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، يعني وهما مشركان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. يعني أبو طالب كان في حالة الموت لكن ما غرغر لسه. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أمراه بالإصرار على الشرك نعوذ بالله، ومجالسة الأشرار
شر وبلاء، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها علي: يا عم قل لا إله إلا الله. ويعودان بتلك المقالة عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، يأمراه بالبقاء على الشرك، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، نعوذ بالله. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ومصاحبة الأشرار شر وبلاء، نعوذ بالله. وعلينا أن نحذر مجالسة الأشرار ونجالس الأخيار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذا مات المشرك أو الكافر أو المنافق لا يصلى عليه ولا يستغفر له. قال المعلق: الصواب شرعية الصلاة عليه وإن لم يستهل، إذا كان قد نفق فيه الروح، إذا كان الطفل نفق فيه الروح ثم مات وسقط يصلى عليه، إذا كان قد نفخ فيه الروح، لعموم حديث السقط يصلى عليه. باب الجريدة على القبر، يعني وضع الجريدة، جريدة النخل على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن يجعل في قبره جريدتان، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنهما اللذان في القبر يعذبان، وأما نحن لا ندري من الذي يعذب ومن الذي ينعم. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطاً، أي خيمة، على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام، انزع الخيمة، فإنما يظله عمله، إذا كان عمله صالح يظله. وقال خارجة بن زيد رحمه الله: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا، يعني أقوانا وثبة، الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه، يعني الصبيان يلعبون يقفزون. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت، قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه، يعني إذا تغوط على القبر هذا هو الممنوع. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور، يعني عند الازدحام، وأما إذا كان للغائط أو البول هذا لا يجوز. حدثنا يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، عن الذنب الذي ارتكباه تركه سهل، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، إذا بال ما يستجمر بالحجارة ولا يستنجي بالماء ويقوم ببوله، والبول يترشرش عليه، فالذي ما يتحفظ من بوله يعذب في قبره. أما أحدهما فكان لا يستثر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ينقل كلام هذا إلى هذا ويفسد بين الناس، فالنميمة من كبائر الذنوب. ثم أخذ جريدة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس.
والنبي علم أنهما يعذبان، ونحن لا ندري من الذي يعذب ومن الذي ينعم، فلا نفعل ذلك. قال المعلق: القول بالخصوصية هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغرز الجريدة إلا على قبور علم تعذيب أهلها، ولم يفعل ذلك لسائر القبور، ولو كان سنة لفعله بالجميع. ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك، ولو كان مشروعاً لبادروا إليه. أما ما فعله بريدة رضي الله عنه فهو اجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والصواب مع ترك ذلك كما تقدم، والله أعلم. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. يخرجون من الأجداث، الأجداث القبور، بعثرت، إذا القبور بعثرت أثيرت، بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلى، الإيفاض الإسراع، يوفضون يسرعون. وقرأ الأعمش: إلى نصب، إلى شيء منصوب يستبقون إليه. والنصب واحد، والنصب مصدر، يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون. حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، مقبرة المدينة، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، يعني عود يحفر به، فنكس يعني طأطأ رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة، اللهم اجعلنا سعداء. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ومن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، ربنا ييسرهم لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: وأما من أعطى ما أوجب الله عليه واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، اللهم يسر لنا اليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أي لعمل الشقاء، نعوذ بالله. فعلينا أن نعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونوحد الله ونحذر المعاصي. باب ما جاء في قاتل النفس، نسأل الله السلام. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. من حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً، من حلف قال: والله أنه يهودي إذا كان الأمر كذلك، وهو كاذب، فيكون كما قال، نعوذ بالله. فلا يجوز لمسلم أن يحلف هذا الحلف، يقول: أنا يهودي إذا كان الأمر كذا وكذا، وإن كان كاذبا نعوذ بالله يهلك.
فلا يجوز مثل هذا الحلف، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم، نعوذ بالله. الذي يقتل نفسه يعذب بما قتل به نفسه، فلا يجوز لمسلم أن يقتل نفسه، بل عليه أن يصبر ويحتسب. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال حجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن، حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد، فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. لما قتل نفسه قال الله: حرمت عليه الجنة. فلا يحل لمسلم أن يقتل نفسه، بل عليه أن يصبر ويحتسب. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. الذي خنق نفسه بحبل يخنق نفسه ويعذب في الآخرة، والذي يطعن نفسه بالسلاح يطعن نفسه في النار، نعوذ بالله من النار. فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه لا بالشنق ولا بالحديد ولا بالسم ولا بغير ذلك، بل عليه أن يصبر ويحتسب. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. المنافق إذا علم نفاقه لا يجوز أن يصلى عليه ولا يجوز أن يستغفر له. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه، عمر رضي الله عنه يقول: وثبت إليه، فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، أعدده عليه قوله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إلى قوله: وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. فما نفع عبد الله بن أبي صلاة الرسول لأنه منافق والعياذ بالله. والله نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على المنافقين والمشركين. باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا
أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. بعض الناس إذا حملوا الجنازة يضعونها في الأرض ويقولون للحاضرين ماذا تشهدون علي، هذا بدعة، إنما الثناء إذا كان من غير طلب، أثنوا بما يعلمون من أعماله وعبادته، هذا الذي ينفع، وأما تطلب من الناس هذا بدعة. إنما لو أثنوا علي من غير طلب، أثنوا علي خيرا لما يعلمون من صلاحه، فهذا بإذن الله خير، وإذا أثنوا عليه شر فلا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة وأثني على صاحبها خيرا، قال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال وجبت، فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، وقلنا وثلاثة، قال وثلاثة، وقلنا واثنان، قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. باب ما جاء في عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب النار ومن عذاب القبر. وقوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، هو الهوان والهون الرفق. وقوله جل ذكره سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نعوذ بالله من عذاب النار ومن عذاب القبر. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكف ذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا، اللهم ثبتنا يا رب العالمين بفضلك وكرمك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا، نزلت في عذاب القبر. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي عن صالح، حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب المشركون الذين طرحوا في القليب يوم بدر، فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له تدعو أمواتا؟ فقال ما أنتم
بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. الله تبارك وتعالى أسمعهم توبيخا لهم، وهذا من عذاب القبر. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق، وقد قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، ولكن الله أسمعهم توبيخا لهم. حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة: سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. أهل الكتاب يعرفون ولكن كفروا وعاندوا. فسألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. زاد غندر: عذاب القبر حق، فينبغي في آخر التشهد أن يتعوذ بالمسلم: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، يعني خوفا من عذاب القبر. حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، أي المؤمن. ثم رجع إلى حديث أنس رضي الله عنه قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس أنه كان كافر نعوذ بالله. فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين غير الإنس والجن، نعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار. فعلينا أن نتقي الله ونحاسب أنفسنا. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا شعبة قال: حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، أي غربت، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وقال النضر: أخبرنا شعبة، حدثنا عون، سمعت أبي، سمعت البراء رضي الله عنه عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار. حدثنا معلى، حدثنا وهيب عن موسى ابن عقبة قال حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فينبغي لنا أن نتعوذ بهذا في آخر التشهد الأخير. باب عذاب القبر من الغيبة والبول. حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، ينقل كلام هذا إلى هذا ويشعل نار الفتنة، فالنميمة من كبائر الذنوب، وأما أحدهما فكان لا يستثر من بوله، لا يستجمر ولا يستنجي. قال: ثم أخذ عوداً رطباً فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي أي الصباح والمساء. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة ومن أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين، وإن كان من أهل النار ومن أهل النار اللهم أجرنا من النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. والمؤمن يرى مقعده من الجنة صباحا ومساء، والكافر يرى مقعده من النار صباحا ومساء. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب كلام الميت على الجنازة، يعني يتكلم الميت وهو محمول على الجنازة. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. باب ما قيل في أولاد المسلمين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. إذا مات للإنسان ثلاثة أولاد قبل البلوغ وهو مؤمن كان له حجابا من النار أو دخل الجنة إذا كان مؤمناً وصبر على قدر الله عز وجل. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم
يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث، يعني قبل البلوغ، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة، لأنه مات في زمن الرضاع عليه السلام. باب ما قيل في أولاد المشركين. حدثنا حبان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، يعني الله يعلم ما كانوا عاملين. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي يولد على الإسلام، فأبواه يهودانه إن كانوا يهود، أو ينصرانه إن كانوا نصارى، أو يمجسانه إن كانوا مجوس، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟ يعني الحيوان إذا ولد ولده يكون سالم ليس فيه نقص، هكذا أولاد المسلمين يولدون على الفطرة